أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. صدق الله العلي العظيم. لأن حق الحسين فريضة من الله تعالى، واجبة على كل مسلم، كلمة الفريضة في لسان روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا تطلق عادة إلا في أهم الواجبات، في الواجبات العظمى. راجعوا الروايات المعتبرة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ربما لا تجدون أن هذه الكلمة استخدمت حتى في الواجبات، إلا الواجبات الكبيرة جدا. مرة نتحدث عما يجب علينا تجاه الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وتجاه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا إجمالا من أبدأ البديهيات عندنا، أننا بجميع أعمالنا مجتمعين لا نتمكن أن نؤدي شيئا صغيرا من حقه الواجب علينا. هذا شيء عند المؤمنين تقريبا بل تحقيقا واضح بديهي. ومرة نتحدث عن جانب آخر، وهو أن الكريم بمقتضى كرمه يعطي لا بمقتضى الاستحقاق. الكريم لا يفكر أن هذا الشخص يستحق هذا العطاء أم لا. الشخص الذي يؤدي الحق لا يستحق عطاء ولا يستحق حتى شكرا، يؤدي الحق، الحق الواجب، هل يقابله شيء واجب؟ لا،
أنت تؤدي واجبا، ولكن سيد الشهداء صلوات الله عليه وهو من سادة كرماء الخلق لا ينظر إلى استحقاق، يفيض ما نؤديه واجب هذا شيء، ما يعطيه بكرمه هذا شيء آخر. أستحق بأداء واجباتي أن أتقرب من سيد الشهداء؟ لا، هذا واجب، ولكنه يفيض يقربك منه. ما هي أسباب التقرب، أسباب الارتفاع عند سيد الشهداء صلوات الله عليه؟ المؤمنون كلهم يسعون كل بمقدار ليتقرب، ليرتقي، ليتعاظم ويتعالى مقامه عند الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا يعمله المؤمنون، كما في الروايات الشريفة الشيء الذي يكون بين المؤمنين الدرجات لا أصل الموضوع. المؤمن أصل الموضوع موجود عنده، الولاية عنده، البراءة من أعداء الله، من أعداء أهل البيت عنده. إجمالا الخدمة الواجبة يؤدي قليلا أم كثيرا؟ كل المؤمنون، كل المؤمنين، إنما الفرق في الدرجات في المستويات في الأمور الدنيوية. نسعى للأفضل وبكل جهد، ونصرف وقتا وأعصابا، ولعلنا نخرج عن الإطار الطبيعي لنا لأجل مرتبة واحدة أعلى دنيوية. المراتب الأخروية أعظم بكثير، التسابق، المسارعة. أؤدي واجبا بأي درجة؟ أتقرب إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بأي مرتبة؟ المرتبة مهمة، الدرجة مهمة. بين المؤمنين لا نتكلم عن أصل الموضوع، نتكلم عن المراتب، عن الدرجات. ما هي الأسباب للدرجات المختلفة بين المؤمنين في خدمتهم للمولى سيد الشهداء صلوات الله عليه؟ الأسباب الرئيسية، طبعا الأسباب كثيرة جدا، الأسباب الرئيسية أيضا أسباب عديدة لعلي أقول كثيرة، أذكر بعضها. أولا النية وخلوص النية، درجة الإخلاص تحدد قيمة، لا تحدد درجة قيمة عملك. عملك له قيمة، عمل الحسيني له قيمة، نعم. درجة إخلاصك في هذا العمل هي التي تحدد درجة قيمة عملك. قيمة عملك بأي درجة؟ الإخلاص درجات، واضح. أحيانا طبعا كل الأعمال الحسينية فيها إخلاص، أنا لا أتمكن أن أتصور مؤمنا يعمل عملا حسينيا بدون إخلاص، ولكن الفرق في الدرجة، درجة الإخلاص كم هي؟ وهذه هي التي تحدد إحدى البنود الأساسية في الفرق في الأعمال، هي هذه النقطة.
الله سبحانه وتعالى على قضايا في عيون الناس صغيرة جدا عظم، في قضايا أخرى في عيون الناس كبيرة أصلا ما عظم أهمل. لماذا؟ هذا شيء صغير عظمته، صغير في عيون الناس، ذاك شيء ضخم أصلا ما عظمته أهملته. إحدى الأسباب هي هذه النقطة، الإخلاص، درجة الإخلاص. أول عياذ بالله من قبل بعض غير المؤمنين أصلا الإخلاص غير موجود، رياء، الرياء لا قيمة له. لأجل 9 أصوع من الشعير لا شيء، لأجل 9 أصوع من الشعير الله عز وجل ينزل في مثل يوم أمس ينزل 18 آية قرآنية متتالية، وفي المقابل لأجل آلاف الدنانير والدراهم ما أنزل آية، ما أنزل كلمة، ما أنزل حرفا واحدا. لماذا إلهي؟ 9 أصوع من الشعير لا قيمة لها، تلك الأموال الكبيرة هذا عندك وعندي، أنا البشر العادي، عند الله الموازين شيء آخر. إحدى الأسباب درجة الإخلاص في القضايا الحسينية، الإخلاص موجود عند المؤمنين، درجة الإخلاص كم هي؟ ثانيا، المعرفة، المعرفة، المعرفة. كم من الروايات وردت عن المعرفة؟ لا أقول كم من الروايات، كم بابا، كم مجاميع من الروايات الشريفة أكدت على المعرفة. درجة المعرفة تحدد درجة قيمة عملك الحسيني. هذا الشيء لا أريد أن أتوقف عنده الآن، مرة ذكرته سابقا قبل فترة قريبة، الخلط بين المعلومة والمعرفة. بعض الأشياء عندنا معلومات فيها، المعلومات ليست معرفة. أنا أعلم أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم حجة الله على الخلائق، أعلم أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم الواسطة في الفيض كله، أعلم أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم الواسطة في الخلق، أعلم وأعلم، هذه معلومات. المطلوب فقط معلومات؟ لا، المطلوب معرفة، المطلوب أن تخالط هذه المعلومات قلبي وعقلي، فرق كبير. الكثير منا عنده معلومة يجهلها الآخرون، أنا أعلم، أما هذه المعلومة وصلت إلى درجة الخلط مع روحي؟ بعضنا لا، أو بدرجة دانية عنده معلومات كثيرة ولكن المعرفة أنك تكون في درجة عادية أو أحيانا والعياذ بالله أقل من العادية. المعرفة هذه التي تعطي قيمة لصلاة سلمان، هذه التي تعطي قيمة لضرب حبيب بالسيف بين يدي سيد الشهداء، قيمة أصحاب سيد الشهداء، تلك المعرفة العالية لهم بالإمام سيد الشهداء، هذه المعرفة التي تجعل كل الدنيا بما فيها من لذائذ، بما فيها من مراتب، بما فيها من كل النعم، تصبح تافهة لا قيمة لها أمام كلمة لسيد الشهداء صلوات الله عليه. أبا عبد الله أتركك، ماذا أصنع بالدنيا بدونك، بدون القتال بين يديك، بدون أن أقطع قطعا قطعا في طريقك؟ الدنيا ما هي قيمتها؟ هذه الكلمات التي قالها أصحاب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كانت كلمات حقيقية نابعة عن أرواحهم، هذه معرفة.
المعلومة شيء، المعرفة شيء ثاني. أولاً النية وخلوص النية، ثانياً المعرفة، هذه أسباب رئيسية لقيمة العمل، لدرجة عفواً لدرجة قيمة العمل الحسيني. ثالثاً الجهد، السعي. كم تسعى؟ شخص يجعل ربع حياته في طريق أهل البيت، شخص خمس حياته، شخص آخر سدس حياته، شخص أكثر شخص أقل، السعي الجهد. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، إلى أن يقول عز وجل في آخر الآية نفسها: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. في البداية يقول درجة، لعل البعض يتصور درجة، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ليست مهمة درجة. نفس الآية آخر الآية يقول: أيها الناس انتبهوا، هذه الدرجة شيء عظيم. يقول: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الله عز وجل يسميه عظيما، اعرف هذا الشيء عظيم، لا تتصور درجة يعني شيء درجة واحد واثنين، لا، بين هذه الدرجة وتلك الدرجة فرق عظيم. السعي الجهد، هذا قاعد ذاك مجاهد، هذا أيضا نفسه روحه مع سيد الشهداء مع قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ولكن ذاك يجاهد، يجاهد بأمواله، يجاهد بنفسه. ثالثا الجهد، كم تسعى كم تعمل. رابعا هذا الذي لا نحبه، هذا الذي نهرب منه، المصيبة، المشاكل، الأتعاب، هذه إحدى الأسباب الرئيسية لدرجة قيمة عملك الحسيني. مصيبة، شخص يعمل أعمال حسينية لا يبتلى لا يؤذى، درجته عند الله محفوظة. شخص آخر يعمل أعمال حسينية ويؤذى، يصاب، يبتلى، هذا يسبه ذاك يشتمه، هذا يتهمه ذاك يؤذيه، يسجن، يجرح، يقتل، هذه إحدى الأسباب الرئيسية لدرجة قيمة عملك الحسيني. المصيبة، يوجد أحد منا لا يهرب من المصيبة؟ لا، المصيبة الحسينية ابحث عنها، لا تهرب منها، هذه ليست حيوانا ضارا هذه المصيبة، لا، هذه نعمة كبيرة عليك. أن يتهموك في سبيل خدمة القضية الحسينية، في سبيل شعيرة حسينية مقدسة، يؤذوك، يسجنوك، يضربوك، يعذبوك. المصيبة قيمة في هذا المجال. المصائب الثانية الشخصية هذه قد تكون نعمة، قد تكون بلاء، ولكن المصيبة في القضية الحسينية ابحث عنها. إن لم تحصل لك مصيبة قل لنفسك: لماذا القضية الحسينية عندي مشت بسهولة؟ تخوف. رابعا المصيبة، خامسا أخيرا وليس آخرا السابق، عمل حسيني موجود الآن، الحمد لله يوجد من يقوم به، لا، اسبق قبل أن يسبقك غيرك. السابق إحدى الأسباب الأساسية لدرجة قيمة عملك
السابقون السابقون أولئك المقربون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هناك آيتان، آية سارعوا المسارعة، اسرع لا تنتظر. آية ثانية سابقوا قبل أن يسبقك غيرك، أنت اذهب، أنت ارفع هذا العلم الحسيني. يوجد علم حسيني الآن ما رفعه أحد، أنت بسرعة اذهب ارفع هذا العلم قبل أن يسبقك غيرك، لأنه أعلام سيد الشهداء مستحيل تبقى على الأرض، مستحيل. أنت ما رفعت هذا العلم، سيرفع هذا العلم غيرك، ولعله بسرعة يرفع. أنت تأملت قليلا رفعه غيرك، خلاص انتهى السباق. سابقوا غير المسارعة، المسابقة. السبق له قيمة، السبق مأمور به. أولئك المقربون. النية وخلوص النية، ثانيا المعرفة، هذه أسس درجات قيمة المؤمنين في الأعمال الحسينية. الدرجة تكون أرفع، لماذا تكون أرفع؟ لهذه الخمسة وغيرها طبعا، النية وخلوص النية، المعرفة، درجة المعرفة، الجهد، المصيبة، السبق. هناك نقطة أذكرها بسرعة، وهي فيما يرتبط بالقضية الحسينية، فيما يرتبط بخدمة القضية الحسينية. هذه الكلمة نسمعها في الأمور الدينية، في الأمور الحسينية بصورة خاصة كثيرا كثيرا. يا أخي، العمل الواحد الكبير أفضل من أعمال صغيرة متشتتة. أبدا، خطأ فادح. أنا أقول نعم للتنسيق والترتيب، لا للتوحيد. بدل أن تكون عندنا مجالس كثيرة لنجمع هذه الجهود في مجلس قوي ضخم، غلط، خطأ، خطأ فادح، مصيبة. توحيد الأعمال الدينية بصورة عامة، توحيد الأعمال الحسينية بصورة خاصة، خطأ. بدل أن تكون هناك مواكب بين النجف وكربلاء، مئات المواكب، نجمع هذه المواكب في 20 موكب كبير ضخم، كل الجهود تجتمع في هذا المواكب، خطأ. لماذا عندنا فضائيات كثيرة نجمع كل هذه الجهود كلها مكررة؟ هذه الفضائية تتكلم عن موضوع، تلك الفضائية تتكلم عن نفس الموضوع، نجمع كل الجهود في فضائية واحدة قوية، خطأ. خطأ فادح. طبعا من بركات سيد الشهداء صلوات الله عليه أنه لا أحد يتمكن أن يصنع ذلك. محاولات كثيرة نريد أن نوحد، لعل البعض نيته أيضا نية حسنة ولكن العمل سيء. خصوصا فئة محاربة، خصوصا شعائر محاربة، توحيدها أكبر خطر عليها. عندما أنت تجمع كل القدرات في مكان واحد، ضرب هذا المكان أسهل للعدو. والعجيب أن هذا الكلام لا نسمعه إلا في القضايا الدينية، في القضايا الدنيوية لا نسمع هذه الكلمات. لماذا توجد مطاعم كثيرة في البلد؟ لنجمع كل المطاعم في مطعم واحد،
كل جهود كل المطاعم تجتمع في مطعم واحد. لا نسمع هذه الكلمة، لا، يوم على يوم المطاعم تزداد، النوادي كلها نجمعها في نادي واحد، أحسن نادي واحد ضخم جميل راقي بأموال ضخمة وكل واحد يأخذ ربحا. لا أبدا، لا نسمع هالكلمة. الأطباء نجمعهم كلهم في مكان واحد، أحسن التقاء الأفكار، أبدا لا نسمع هالكلام. ندخل في مجال آخر أم لا ندخل؟ البعض لا يرغبه الدخول في هذا المجال. الحكومات كلها نجمعها في حكومة واحدة، تقبل الحكومات؟ في كل المجالات الدنيوية لا، تعدد تكثير زيادة عدد تصل إلى القضايا الدينية، لا فضائية واحدة. عجيب، لماذا لا نسمع نجمع كل الفضائيات الإخبارية نجمعها في فضائية واحدة؟ أقوى أحسن. سمعتم هذه الكلمة مرة واحدة في حياتكم؟ لا، ولكن كم مرة سمعتم هذه الكلمة عن الفضائيات الدينية؟ والعجيب أنه عندنا فقطها، للفضائيات الدينية للآخرين. الفضائيات الدينية النصرانية تجتمع في فضائية واحدة، سمعتم أصلا هذه الكلمة مرة واحدة أنتم؟ أنا ما سمعت في كل حياتي. هناك كله تكثير. المشكلة في العدد الكبير ما هي؟ لماذا التوحيد، الدعوة إلى توحيد الجهود، لماذا؟ لأن العمل الواحد ليس فيه تكرار، أشكال مختلفة. التكرار قيمة في الحياة، التكرار ليس شيئا سيئا، يعني قيمة الشيء نجعلها لضرب الشيء. التكرار قيمة يا أخي، حياتي أنا وحياتك أنت قائمة على التكرار، الدين قائم على التكرار، المبادئ قائمة على التكرار، الطب قائم على التكرار، كل الحياة قائمة على التكرار، العبادات التي نتعبد بها نكررها، الغذاء للجسم نكرره. عجيب، التكرار شيء حسن، التكرار فضيلة، التكرار ميزة، هذه الميزة نعتبرها شيئا سيئا. لماذا يوجد تكرار؟ لنوحد. عجيب، التكرار يجعل الشيء بديهيا. البديهيات كيف صارت بديهية؟ للتكرار. التكرار قيمة. نعم، التنسيق، الترتيب مع دققوا في هذه الكلمة، مع المحافظة على استقلالية كل، هذا شيء حسن. ترتيب، تنسيق، ترتيب بين المواكب عظيم، مع استقلالية كل موكب. ترتيب بين مجالس عظيم، ترتيب بين مواكب تطبير عظيم، ترتيب بين فضائيات دينية حسينية عظيم. الترتيب، التنسيق مع المحافظة على استقلاليتها، لا أن نجمعها تحت بعنوان أن نريد أن نجمع بينها، نجمعها تحت مجموعة، تحت لجنة، تحت فئة، هذا خطأ. ماذا يفقدها استقلاليتها؟ لا، مع المحافظة على الاستقلالية الترتيب حسن. أنا عندي مجلس 8:00، أنت اجعل مجلسك 9:00 مثلا. أنا عندي موكب أوزع الطعام الفلاني، أنت عندك موكب قريب من موكبي وزع طعاما ثانيا، عظيم. الترتيب، التنسيق، نعم نعم لهما، مع المحافظة على الاستقلالية. أما التوحيد فخطأ فادح. الله إن شاء الله يكثر هذه الأعمال الحسينية، الله يكثر هذه المواكب الحسينية، الله يكثر هذه الخدمات الحسينية، الله يكثر هذه الأنواع مختلفة من الشعائر الحسينية. لا، هذا نوع جديد، هذه الشعيرة ما كانت سابقا لتكن، إن شاء الله تكون شعائر جديدة في الإطار، في الإطار الحسيني، في إطار نشر مظلومية سيد الشهداء، إيصال مظلومية سيد الشهداء إلى العالم، في هذا الإطار
إن شاء الله تزداد أنواع وأصناف الشعائر الحسينية، أصناف جديدة، طرق جديدة للشعائر الحسينية، إن شاء الله تزداد ما دام في الإطار شيء حسن. أول ما يخرج شيء، لا هذا شيء جديد ما كان، الحمد لله شيء جديد ابتكره، هذا إبداع، إبداع في قضية دينية مهمة. الإبداع في الدنيا نقبله، الإبداع في هذا المجال صحيح ما دام أصوله موجودة في الدين فهو ليس بدعة، هذا إبداع. على أبواب شهري العزاء، شهري محرم وصفر، على أبواب، وإن كانت المصيبة كبيرة 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 جدا، وعلى ولكن على أبواب هذه الخدمة الحسينية، هذه الفرصة للخدمة الحسينية. نسأل الله سبحانه وتعالى بمقام السيد الشهداء، ببركات السيد الشهداء، بعظمة السيد الشهداء، بمظلومية السيد الشهداء، بحب الله لسيد الشهداء، بحب الحسين لله، أن لا يفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. اللهم بحق الحسين، بمظلومية الحسين، عجل فرج المنتقم للحسين من أعدائه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد.